أنا ثاني مرة أحضرها، حضرت اللي مال السنة اللي طافت، وايد كان يعني وايد عجبني، وفي أشياء يعني تحس عمرك في لاس فيغاس. والله أنا حضرنا العرض الأول في دبي، صراحة أعطونا يعني خدع بصرية مذهلة. بتوقع أشي كثير حلو، أتوقع أشوف أشياء اللي شفتها قبل، بس أتوقع أن ناس يداد هذيلة. The Illusionist 2.0 is kind of a modern take on the previous show that you guys had here last year. We've got a 3D technology in the show. We're using a lot of up-to-date technology to enhance the illusions that are in the show. The first tour came here, and they had great things to say about it. And so this is the sequel. This is the follow-up show. So we all came back to give you guys something a bit different. أحاول أخبيركم المايك بس مش قادر. الجماعة اللي كانوا فوق الستيج كانوا أفضل مني أنا، ولكن أنا ما عندي خبرة كثيرة في هذا المجال. عروض مبهرة كانت في هذا اليوم في قصر الإمارات من عرض The Illusionist 2.0. منصور أحمد من قصر الإمارات.